للي ما يدري يا جماعة، وعشان ما نطول عليكم مقطع اليوم، القناة تعرضت للاختراق وتهكرت. ليش؟ ايش السالفة؟ تعرفون بشكل مختصر الآن. طيب يا جماعة، للي ما يدري، القناة تعرضت للاختراق قبل يومين تقريبا، واللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطاني قدرت ارجعها. في بعضكم ما يدري السالفة، كان نايم، وفي بعضكم ما يدري كيف جاني الخبر. الاشياء والتفاصيل هذه كلها صارت، لكن بقناتي الثانية تكلمت عنها. ايش مسوي؟ لا شكل قناتي الثانية تركتها شوي. رينج اشعار ثاني طالع، تم تغيير الرقم السري. والله العظيم مو موضوع عن القناة الثانية، خلوها على جنب شوي. اول شيء حاب اقول لكم ان في شيء ضيق صدري مرة يا جماعة، والله العظيم. بعيدا عن سبب التهكير وان القناة اخترقت وسببها، انا يا جماعة الخير في المدة اللي اخترقت فيها قناتي، ابيكم تتصورون ان عدد السبسكرايب نقص 70,000 شخص. وما ألومهم، والله العظيم إني ما ألومكم. الشيء صار بسبب التهكير، القناة كثار يحسبونها بتروح وخلاص، لكن الحمد لله كنت واثق ومتيقن أنها بترجع، ورجعت طرق. طيب هدي أعلمكم السالفة باختصار. يوم السبت يا جماعة الساعة 9 بالضبط جتني رسالة على جوالي، المضمون فيها أن تم إلغاء التحقق بخطوتين. أنا استغربت أن كيف تلغى التحقق بخطوتين. بعدها بخمس دقائق ثانية جتني رسالة أن تم تغيير الرقم السري، وأنا ببالي أن هذا على قناتي اللي سويتها الجديدة. في بعضكم ما لحق يفهم إيش السالفة اللي صايرة بسبب أنه ما شاف المقطع الأخير. أنا سويت قناة ثانية وتكلمت عنها، وسبحانه ربي اخترقت قناتي الأولى اللي فيها فوق 3 مليون بالوقت اللي سويت فيه قناة ثانية. يوم جتني الرسالة على طول عرفت أنه في بلا وفي عيد صاير، وشرحت القصة كاملة بالقناة عندي الثانية، الرابط موجود تحت. تمام، أنا ما أبي أطول بمقطع اليوم، أبي أوصل لكم شيء مرة مهم يا جماعة، والله العظيم. والله يا أخواني أبي أقول لكم، لأني ما أبغى أحد يغلط نفس غلطتي. بعد ما صار يا جماعة التهكير والاختراق في القناة عندي، جلست مع نفسي بعدها، قعدت أبو خمس دقائق أفكر أنا إيش سويت، ليش تهكرت القناة، مو معقولة أن عشوائيا. قعدت أفكر لين ما تذكرت وعرفت وأيقنت 100% أن هذا السبب. إذا أنت يوتيوبر أو إذا أنت تعرف شخص عنده قناة، ركز معي، هذا السبب 100%، ما في ثاني ولا غيره أي شيء ثاني. كنت في البداية أحسبه كلام فقط، لكن تأكدت أنه صدق. الساعة 3 العصر يا جماعة كان عندي إعلان لعبة معينة، اللعبة هذه كنت بتوقع أنها صدق 100% بتصير، لأن شغلهم كان رسمي مرة، ودخلوا بمخي أن الموضوع كله رسمي. اللي كان يتواصل معهم شخص معانا بالفريق هو المسؤول عن الإعلانات وإدارة الأعمال، كان يتكلم معهم وكل شيء، واللعبة خالصين معاهم والعقد جهز. اللهم انا بس ابي اشوف اللعبة انا عشان اوقع، يعني كان موضوع مرة جدي، عندهم احترافية بالكذب يا ساتر. المهم ومالكم بالطويلة، انا قلت خلاص طبيعي زي اي لعبة اعلن لها، قبل لا ادخل واتكلم عن اللعبة ابغى اشيك اشوفها، هل هي تنفع المجتمع اللي عندنا او لا، هل هي لعبة كويسة او تسليكية، طبيعي زي اي اعلان ثاني. بعد ما نزلت مقطع يا جماعة الخير، نزلت مقطع على الساعة 7:30، الساعة 8:30 رحت فتحت الايميل حقي ابغى اشوف اللعبه، دخلت الايميل حقي قعدت ابحث، لقيت التحويل للايميل اللي حوله لي خويي اللي هو ماسك في اداره الاعمال، قال هذا هو ادخل وحمل. دخلت قعدت اقرا، اللعبه اسمها كيت 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 مكتوبه، ضغطت على الرابط اللي احمل منه اللعبه، وهنا بديت الغلط اللي المفروض ما حد يغلطه. اسمعوا، نزلت اللعبة عندي بالبرنامج، ركز معي، على الجهاز اللي أنا أستخدمه، هذا أول غلط، نزلت اللعبة على الجهاز اللي أنا أستخدمه. يوم نزلت الملف ما كان لعبة تنزل، كان ملف وينرار أو ملف إكسل، نزل يا رامي صورة لهم اللي فيه كتب هذا. هذه كانت صورة الملف، تمام؟ أنا استغربت في البداية، دخلت في النت قعدت أبحث عن اسم اللعبة، لقيت اللعبة لها أكثر من سنة، لعبة قديمة مرة، هم دفوا لهم اسم وحطوا اللعبة، ومشاهدات اللعبة في اليوتيوب مرة سيئة. هنا شكيت شوي بالوضع، دخلت على البرنامج نفسه، على الملف نفسه، ضغطت على اللعبة أبي أشوف، لقيت اللعبة موجودة تحت، حطيتها على سطح المكتب، ضغطت عليها، ضغطت مرة ثانية، مرة ثالثة، اللعبة مو قاعدة تشتغل، وسوست زيادة، بس ما كان أبدا في بالي أنه 1% بيكون فيه تهكير أو في فيروسات في الملف هذا. المهم قعدت أضغط، اللعبة مو قاعدة تفتح عندي، اللعبة معلقة حرفيا مو قاعدة تفتح. استغربت الموضوع شوي، قلت مو مشكلة، إذا جاء الصباح أبكلم العيال عشان يشوفون إيش وضعها، توقعت إنه شيء طبيعي، وهنا كانت غلطتي. بعدها يا جماعة الخير طلعت من الغرفة عندي، بعد ما نزلت مقطع مرتاح، سكواد المجانين تو نزلوا، أظنكم نصكم ما شافه لأن انعدمت بسبب التهكير، وأعلنت قناتي الثانية أنها موجودة وبتصير قناة رسمية وكل شيء تمام. ما مداني أروح غرفة ناصر في أقل من ساعة يا أخوان، جات الإشعار اللي قلت لكم عنه بداية المقطع ورسالة اللي صدمتني وخلتني المود عندي ينقلب 180 درجة، لكن كنت ميقن 100% أنها راح ترجع،
واذا صار شيء اللهم لك الحمد. المهم عشان ما ندخل بالتفاصيل اللي تكلمت عليها في المقطع اللي فات لازم تشوفونه اذا انتم جدد ما اشتركتوا، رابط القناه الثانيه موجود تحت، ترى بتكون قناه رسميه برضو لي اسمها اس اكس بي ورابطها موجود تحت. المهم لصناع المحتوى واليوتيوبر عشان ما اطور بالمقطع ركزوا معي يا جماعه، اذا انت انسان يجيك اعلانات وربي فاتحك الخير او تحمل برامج ودائما تلعب العاب جديده حط ببالك ان في نسبه كبيره ان يكون البرنامج في فيروسات سواء اخترق بشكل مباشر او انه خذ وقت لين ما يجمع معلومات من عندك على راحته. ركز معي، اذا عندك قناه وتسوي اعلانات اياني واياك تغلط نفس الغلطه اللي غلطتها انا ويوتيوبر كثار وانك تنزل البرنامج على جهازك الاساسي. خلي عندك جهاز او خلي الشخص اللي ماسك اعمالك عنده جهاز ما في اي معلومات خاصه فيك لا ايميل لا قناه يدخل عن طريقه ويحمل البرنامج ويجرب اللعبه ثم يحولها. هذه اذا كانت اللعبه الجديده، اذا كانت البرنامج او الاعلان او ايا كان مو بجديد واول مره تشوفه تو التست والتجربه حقتك على جهاز جديد. واضح؟ اذا انت انسان مستقبلا الله لا يقوله تعرضت للاختراق وتهكرت قناتك ركز معاي امورك بسيطه جدا، هذول ناس او عصابه عباره عن انها تدخل قنوات العالم تروج المنتج بالمنتجات حقتها عن طريق البث المباشر، امورك بسيطه كل اللي عليك تهدي تتواصل مع اليوتيوب ترسل لهم ايميل باذن الله امورك بتنحل باسرع وقت ممكن. في كثار يوتيوبر تعرضت لهم المشكله هذه ممكن ايضا انت تتعرض لك لكن امورك بتكون طيب. والله اني ما اقول ذا الكلام لاني ابي الخير للكل ولا ابي احد يغلط نفس الغلطه، انا صحيح انها تهكرت قناتي لكن اللهم لك الحمد داري انها بترجع وربي ما خيب ظني الحمد لله. اشكر كل انسان جلس يا جماعه وارسل لي رساله او بلغني، الرسائل في اليومين اللي فاتت الله لا يوريكم كثر ايش الضغط ما قدرت الحق على عمري، شكرا للناس اللي حاولت تساعد ما قصرتوا يا جماعه الله يعطيكم العافيه جميعا. مقطع اليوم حاب اقول لكم ان صارت فيه كميه خساره بالمشتركين كبيره اغلب الناس تحسب القناه ما بترجع، فاذا انت جديد نور نوضة الاشتراك، واذا انت من الناس اللي فكت يا سوح رجع الاشتراك. اسال الله العلي العظيم انه يفرج همومكم اللي عنده هم، اللهم لك الحمد كان هم وانزاح مني، شكرا لكم. عشان ما اطول عليكم حاب انوه على شيء اخير، ادري كررته كثير يا جماعه، القناه الثانيه تكلمت عليها في المقطع اللي فات لكنها انظلم بالتهكير، الرابط موجود تحت روحوا اشتركوا ابي اشوف اللي جو من مقطع اليوم عددهم كم. وفي الختام حاب اقول لكم باور وصلوا مليون مشترك على اليوتيوب اعزائي الساده المشاهدين ومسوي لكم مفاجآت بالمتجر حقهم، الرابط برضه موجود تحت الله يعطيكم العافيه، اسال رب العباد انه يسعدكم، ابي اخذ لي اجازه يومين يا جماعه، اللي مو متابعني في سناب شات يتابعني راح اروح اقابل ابو فايز انا وناصر ورايد في ابها وبنصور باذن الله سنابات وراح نبث جلستنا بنونو لايف، اذا انت جديد تابعني بلونو واذا انت قديم ما اوصيك، ان شاء الله ما اكون طولت عليكم وراجعين باذن الله اقوى باقوى، شكرا لكل واحد اعطاني كلمه حلوه، تابعوني بالسناب يطلع لكم قدامكم، شكرا، السلام عليكم، صلوا على نبينا محمد، تحسبوني بنساه 6 بي ايتم شوب، السلام عليكم.